ليه طبعا جماهير النادي الاهلي في وخساره النادي الاهلي السوبر. خلاص الاهلي عمل اللي عليه في المباراه، الكره كانت معنده شويه، الكره ما كانتش عاوزه تدخل. ممكن البعض يرى ان الراجل ما كانش موفق في دفع بعض اللاعبين الجدد زي مثلا امام عاشور، واحد يقول لك كان امام نشيط، واحد يقول لك لا، واحد يقول لك ان رضا سليم كان كويس، واحد يقول لك لا، كلها اجتهادات. ولكن في الاخر الرؤيه الفنيه بترجع للمدير الفني. لكن كنت عاوز اكون امين برضه في حاجه، في كل دوريات العالم بعض القوانين والواحد اتغيرت، لكن لسه في القاره الافريقيه او في الكاف بالتحديد ما اتغيرتش. ان انت النهارده عندك دكه 7 و5 تغييرات، في كل انديه العالم دكه 9 و5 تغييرات، فبالتالي برضو يعني الناس بتلوم الراجل في تغيير ياسر ابراهيم. انا مش مع او ضد، ولكن انا بقول وجهه نظر شامله ووافيه وكافيه. انت النهارده عشان تدخل لعيب مكان تطلع مهاجم او تطلع لاعب وسط وتدخل مدافع عشان انت ما عندكش بر، ما هو الراجل قدم كل التغييرات اللي عليه في المباراه دي. لكن الاهلي مش مكتوب له المباراه، عشان بس نحط الكلام على الورق. الكوره خلاص الراجل عمل، نزل بيرسيتاو، نزل طاخر، نزل قفشه، نزل مروان، كل الناس اللي قدر، عفوا صلاح محسن، نزل كل الناس اللي قدرت تقدر تعمل حاجه جوه الملعب. لكن ونزل رضا سليم الوافد الجديد، واللعيب اهدر فرصه كانت مؤكده جدا، وكان الراجل متوقع اكتر من حسين الشحات، متوقع ان مروان عطيه، متوقع ان علي معلول يقدروا يقدموا كويس حاجه كويسه. لكن خلاص هو ده اللي حصل، وده قضاء الله وقدره، وصفحه واتقفلت، واللعيبه خدت غرامات مكثفه من اداره النادي الاهلي.